يعتبر عار كبير من حركها ومن حاول تشريد العسكريين والرمي بهم إلى الشارع. وأجل وضع الرأي الوطني حول الصورة لما يحدث لجنود ولحماة الوطن من انتهاكات خطيرة لحقوقهم وفي مقدمتها الحق في السكن، هذا الحق الدستوري الذي تؤكده التزامات المغرب في العديد من المواثيق الدولية وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعديد من المذكرات ومن المواثيق التي صادق عليها المغرب والتي تنتهك بدم بارد ليجد حماة الوطن أنفسهم في الشارع، كما يقال من لا سكن له فلا وطن له، فكيف يمكن أن ندافع عن وطن لا نملك فيه ولو شبرا من الأرض؟ نحمل المسؤولية، وأنا أعي ما أقوله، أحمل المسؤولية والمسؤولية كاملة لمن؟ لرئيس الحكومة وللوزير المنتدب لدى إدارة الدفاع عن عدم تطبيق قرارات سامية لصاحب الجلالة والتي هي أقوى وبالأرجح تطبيقها، ولا قانون فوق قانون صاحب الجلالة. عن محارب سابق فنا وقدا خدم خدمة فعلية 54 عام، استمعوا يا الصحافة ويا أحرار المغرب، 54 عام يتقاضوا الآن 1800 درهم. هل هذه دولة الحق والقانون؟ واش حنا كنضحكوا على روسنا؟ أو المسؤولين اللي كيضحكوا علينا؟ أو كذلك المنظمات الحقوقية اللي كتدافع على حقوق الإنسان؟ واش هاد الجارحة ديال المحاربين والعسكريين السابقين ما عندكمش في القاموس؟ وكيبدل الغالي والنفيس، وكاين اللي في الحدود، في أقصى الحدود ديال الصحراء المغربية، وفاش كيتقاعد أولا كيولي مهدد بالإفراغ، وكاين اللي كيخدم جارديني او سائق عند واحد الناهب المال العام لحياته كامله وكيشفر البلاد. زعما هذا الواقع سيء وما كيشرفناش وما كيشرفش البلاد، ولذلك حنا نطالب بتغيير هذا الوضع بالاهتمام بهذه الفئه ماديا. حتى انا خدمت الحياه ديالها وبدلت الحياه ديالها، تتقاعد بشكل مريح، بشكل ما تحتاج تمد يدها او تستمر في العمل عند واحد اخر اللي كينهب المال العام واللي دار الثروه ديالو في الغالب من الاقتصاد ديال الوطني ومن التلاعب في الصفقات او من استغلال ديال النفوذ ديالو، في الوقت اللي هاد الناس ما عندهم الا السلاح ديالهم وعندهم الاجساد ديالهم اللي كانوا كيضحيو بها، وهما من اشرف الفئات في هذا البلاد. المتدنى ما بقاش ياخذ مسكين، ربما تيبقى تما يومين ثلاث ايام عاد يمشي عند ولادو. هادشي اللي كان في التكان، خلينا اللي كاينين في الصحراء واللي قاعدين تما في التشاور. اما انا وتزيدكم واحد المثل، العسكري اللي تيكون خدام ملي تكون تيدير شي خطا ولا تيدير شي حاجه تيعاقبوه، ماشي يعاقبوه، تيعاقبوه بالحبس في وسط التكان. كاين اللي كاين خدا لي زاري هنا، وهادشي ما عندش موظفين المدنيين. علاش نقارنوا دابا العسكري بالموظف وتنقولوا ليه راك محتل سكن وظيفي؟ هذاك راه سكن عسكري، راه ما عنده حتى علاقه بالسكن الوظيفي وبهذاك القانون باش يحكموا على المحاكم هذه. السدراوي الرئيس الوطني الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفقة العديد من الجمعيات الحقوقية والجمعيات المهتمة بالمطالب ديال الفئات المتقاعدين العسكريين وأبناء الشهداء. هذه الندوة الترافعية أولا من أجل وضع الرأي العام الوطني حول العديد من الخروقات والانتهاكات الممارسة ضد هذه الفئة، في رفع مجموعة من الدعاوي القضائية من أجل إفراغهم من السكن العسكري. هذه الفئة التي قدبت الغالي والنفيس للبلد تتعرض لمجموعة من الانتهاكات في الحقوق ديالها وبالأخص الحق في السكن. تم الضرب بعرض الحائط العديد من المذكرات والرسائل البلكية والخطب البلكية ورفع دعاوي قضائية لفائدات
الجهة العسكرية التي كانوا يشتغلون فيها في واحد المهنة التي تعتبر مهنة سامية، والآن هم مهددون بالإفراغ، مهددون بالتشرد، الأجور ديالهم جد متدنية، وبالتالي فنحن أمام واحد المأساة اجتماعية وجب علينا كحقوقيين وكمدافعين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد متابعة هذا الملف لضمه ولاحتوائه على العديد من الخروقات، أولا الحقوقية، التجاوزات ديال التزامات المغرب على الصعيد الدولي في مجال الحق في السكن ومجال الإخلاء القسري. الأغلبية ديال هاد العسكريين المتقاعدين أو الأسر ديالهم أو الأرابيل ديالهم كينتميو لواحد الفئة اقتصاديا جد ضعيفة، وبالتالي فنحن أمام واحد المأساة اجتماعية واقتصادية ننبه لها ونطالب الجهات المعنية بالتنازل على هذه القضايا، وكذلك تمليك السكن المخزني والسكن العسكري لقاطني، خصوصا أن واحد الفئة منهم عندها ظروف اجتماعية صعبة واشتغلت في واحد الظروف للدفاع عن الوطن سواء بالصحراء المغربية أو غيرها من المناطق، وقدمت الغادي والنفيس من أجل البلد، واليوم تطالب هذا البلد أولا بتنفيذ المذكرة المالكية وبتمكينها من أقل ما يمكن أن يطالب به إنسان وهو حقها في السكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا لكم على التغطية الإعلامية ديالكم. عبد الغني الضاوي الكاتب العام لقاطني السكن المخزني داخل التنسيقية الوطني لقاطني السكن العسكري والمخزني عبر التراب الوطني، وممثل مدينة الفقيه بن صالح قاطني السكن المخزني. اليوم احنا في هذه الندوة الترافعية اللي كتشرف عليها الرابطة المغربية لحقوق الإنسان من أجل تسليط الضوء على هذا الملف ديال قاطني السكن العسكري والمخزني عبر التراب الوطني اللي كان عمر طويلا ما صابش واحد التسوية الملفات ديالو، ما كانش واحد التغطية إعلامية قبل، كان تحكموا على الإخوان بالإفراغ، ما الصوص ديالهم ما كانش يوصل، واليوم حنا في واحد المحطة نضالية جديدة من أجل إيصال الصوت ديال هاد الفئة ديال قاطني السكن العسكري والمخزني عبر التراب الوطني للجهات المسؤولة من أجل تسوية هذا الملف طبقا للتعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، وطبقا كذلك للمنشورات والمراسيم الوزارية التي تنص على تفويت السكن لقاطنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد المخيلي المشرف الوطني لقاطني السكن العسكري والمخزني عبر التراب الوطني. اليوم هذه الندوة هذه كانت ندوة ناجحة بامتياز، وكنشكروا جميع المنابر الإعلامية اللي راها متوافدة معنا دابا اللي كنطالبوا بالتفويت السكن لقاطني، سواء السكن المخزني أو السكن العسكري. وبغينا هاد المذكرات الملكية اللي كينصوا بالتفويت السكن لقاطني تخرج الحيز الوجود. وحنا يامس بالأمس القريب كنا احنا بالأمس القريب كنا جنود مجندين وراء صاحب الجلالة، وكنا كندافعوا على هاد البلاد بكل أريحية وبكل مصداقية، واليوم كنشد هاد الصحافة الحرة باش توصل تهي تكون من الجنود المجندين باش توصل هاد المعاناة ديال هاد الجنود اللي حاربوا وحروا هاد البلاد في الأمس القريب، واليوم راهم كيتهانوا وكيتعرضوا للطرد التعسفي والإفراغات. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.